في فعاليات اليوم الثقافي الفني لأطفال المناطق الأمنة البديلة للعشوائيات واللي تم في الحديقة الثقافية بالسيدة زينب، كان في حضور كبير جدا من جانب الأطفال اللي شاركوا في ورش الرسم والتلوين وغيرها من كافة الأنشطة المختلفة. خلينا نشوف. أجمل وأحلى فرحة ممكن تشوفها هي فرحة الأطفال المرسومة بضحكة بلعبة بشوية اهتمام بمهاراتهم، خاصة لما يكونوا من أبناء المناطق الآمنة البديلة للعشوائيات اللي مش بس الدولة وفرت لهم سكن يليق بيهم، لكن كمان وفرت لهم بيئة ثقافية وفنية بتعمل على بناء الإنسان وكمان تبني جيل قادر على بناء مصر المستقبل. وده اللي هنعرفه مع حضراتكم من خلال وجودنا في الحديقة الثقافية بالسيدة زينب. هتعيشوا معانا ومع الأطفال يوم ثقافي فني جميل، هتشوفوا فيه إبداعات أطفال مصر. أنشطة ثقافية وفنية وورش تدريبية وحكي اتقدمت للأطفال، وده بيأتي ضمن برنامج وزارة الثقافة اللي أعدته لرفع الوعي الثقافي لأبناء المناطق الآمنة البديلة للعشوائيات، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنظيم برامج بناء الإنسان ودعم واكتشاف ورعاية الموهوبين من أبناء المناطق الآمنة. إحنا استقبلنا أطفال روضة السيدة زينب اللي هي تل العقارب سابقا. الأول ابتدينا ب 35 طفل استضفناهم على مدار 6 أيام. كان بيتم معاهم عمل ورش يعني ابتدينا نحاول نعمل لهم حاجة تعليمية في الورش، صناعة عروسة، صناعة اكسسوار، رسم حر، يعني حاولنا ان احنا نعرفهم الأنشطة اللي في الحديقة الأول، وقسمناهم مجموعات على كل مثلا مجموعة كانت حوالي 10 أو 15 ورشة، 10 أو 15 طفل، وابتدينا نشتغل معاهم ورش، وبعد كده قدمنا لهم عروض، قدمنا عروض فرقة بنات وبس الاستعراضية، قدمنا عروض مسرح الماريونيت، قدمنا مسرح الأسود بالسيدة زينب بالحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب، قدمنا كورال سلام، حاولنا نقدم أنشطة تثقيفية وأنشطة ترفيهية للأطفال. الحديقة الثقافية بالسيدة زينب استقبلت على مدار أسبوع كامل عدد كبير من أطفال روضة السيدة تخطى عددهم أكتر من 400 طفل، وزي ما حضراتكم شايفين كان في ورش للرسم والتلوين أظهرت مواهب الأطفال وتعليمهم بعض الأنشطة الأخرى، وكان قبلها ورش هدفها تعديل السلوك، ده غير بقى الفقرات الفنية اللي خلقت حالة من الفرحة والبهجة على وجوه الأطفال. أنا اسمي ياسين من سكان روضة السيدة، ورسمت وبسطت النهاردة، هما بيعلمونا نرسم ازاي. فرحانة قوي ان هما النهاردة علموني كارت المعاينة والورشة حلوة وعلمونا كل حاجة حلوة هنا. الورشة قعدونا فيها طلعونا الأرجوزات والحاجات ديت، بعد كده جينا قعدنا رسمنا شوية حاجات حلوين. ورشة الرسم علمونا القص واللزق وازاي ارسم فراشات، والمره اللي فاتت جيت برضو راح مرسمونا قعدوا خلونا نقص نعمل قص ورزق، ادونا ورق ورزقناه وبسطنا بسطنا هنا. اتعلمت ازاي ارسم الرسم وازاي اعمل كروت وازاي اعمل اي حاجه. كنت اول مره جينا رسمت ولونت وبعديها صورونا وتعلمت يعني ان انا ارسم وكده. الأنشطة شملت كمان توقيع كتاب خاص لتعليم الأطفال بكيفية التعامل مع الحيوانات وعدم التنمر من إنتاج المركز القومي لثقافة الطفل، وتم توزيع الكتاب عليهم بالمجان. طبعا يسعدني تشرفكم اليوم في حفل توقيع كتاب الجديد محاكمة طيور بريئة. الكتاب طبعا أحد إصدارات المركز القومي لثقافة الطفل ويوزع مجانا على أطفال مصر. بنتكلم من خلال هذا الكتاب ان احنا بنعالج الصورة الذهنية اللي ترسخت في وجدان الاطفال عبر حقب زمنية متعددة عن مفهومهم تجاه بعض الطيور البريئة كالبومة وكالغراب وكأبو قردان، بعض الطيور اللي الاطفال استاقت
تلك الصورة السلبية من خلال موروثنا الاجتماعي وموروثنا الشعبي، فاحنا بنعالج تلك الصورة الذهنية عند الأطفال من خلال محاكمة يبرز من خلالها كل طائر من تلك الطيور ماهيته وخصائصه الحقيقية حتى نغير تلك الصورة من أذهان أطفالنا. يوم ثقافي وفني جميل عشناه مع أطفال روضة السيدة، والحقيقة لمعت عينيهم بالفرحة كانت أجمل ما في اليوم، ودي رسالة مهمة جدا بتؤكد اهتمام الدولة بالبناء، مش بس بناء الحجر لكن كمان بناء البشر. محمود جميل، صباح الخير يا مصر.